السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية طيبة إليكم. لحظة، يا الله يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أشكركم الأخوة الكرام على إتاحة هذه الفرصة. أشكر المنظمة الكريمة على هذه الجهود الكريمة في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدي، وحقوق الإنسان المقيم أيضا في بلدي. جزيل الشكر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل إليكم اليوم هذه الرسالة ولا أستطيع أن أشارك معكم بصورتي وصوتي واسمي بسبب الخوف على عائلتي من الانتقام، ولكنني سأحاول أن أبين لكم جزءاً مما نعانيه نحن من ولدنا في المملكة العربية السعودية. أتحدث لكم عن قصة أخي الذي يواجه خطر الإعدام بتهم تتعلق بأخي الأصغر الذي كان من النشطاء الذين شاركوا في المظاهرات التي عبروا فيها عن رأيهم. اعتقل أخي بعد المظاهرات التي شهدتها منطقة القطيف في البلاد. إن اعتقال أخي كرهينة لإجبار أخيه الآخر على أن يسلم نفسه مع مئات آخرين، ومنذ اعتقاله بدأت المعاناة من التعذيب وسوء المعاملة في السجن والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس وفي التواصل مع العوائل في الخارج وفي التواصل مع العائلة في الخارج. بقي أخي في السجن الانفرادي لأشهر وهو في حالة مرض، ومنع عنه رؤية الدكتور، وأجبر على التوقيع على اعترافات حكم عليه بالإعدام، وهو حاليا في قوائم المهددين. أخي ومعه مئات الشبان انتهت حياتهم منذ لحظة اعتقالهم، ومع اعتقالهم بدأت المآسي على عائلاتهم ومجتمعهم. يرافق الخوف عائلتي كل لحظة على حياة ابنها وحياة أبنائها الآخرين خارج السجن، وهم بين نارين، حيث أن الدفاع عن أخي جريمة قد يعاقب عليها بقية أفراد عائلتي. الحديث عن خطر القتل الذي يحدق بأخي جريمة بنظر الحكومة السعودية، الحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها أخي جريمة، الحديث عن ما تعاني العائلة منذ الاعتقال جريمة. لا تنتهك السعودية حقوق السجين فحسب، ولا تصدر أحكاماً تعسفية فقط، بل هي تستخدم هذه العقوبات لترهيبنا كعائلات وتخويف المجتمع ونبذ المعتقلين وحرمانهم من أي حق في الدفاع عنهم وتناول قصصهم. تعاملت الحكومة السعودية مع أفراد مجتمعهم تعاملت الحكومة السعودية مع أفراد مجتمع برمته كمجرمين، وألصقت بهم التهم فقط لأن البعض منهم عبر عن رأي وطالب بحقوق مشروعة، والبعض من الإخوان الذين يطالبون بالحقوق المشروعة. وأنا اليوم لا أستطيع أن أظهر صوتي وصورتي خوفاً على عائلتي من الانتقام، ولقد هددوا عائلتي عشرات المرات
بعدم التواصل مع أي منظمة حقوقية. ولقد هددوا عائلتي عشرات المرات بعدم التواصل مع أي منظمة حقوقية، والعشرات غيري في موضع مماثل، ومع أنني على يقين أن الصمت لا يعني أن حياة أخي ليست في خطر، إلا أن الخوف من المزيد من الانتقام يمنعني من الحديث العلني. كما حدث إعدام السلطات السعودية 81 رجلاً في 12 مارس 2022، هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، على الرغم من وعودها الأخيرة، إلا أن المملكة منذ سنوات إلا أن المملكة تتوعد بالمزيد من الإعدامات لنشطاء وعائلاتهم. ولكم أن تتخيلوا عدد المعتقلين الذين لا صوت لهم بسبب التهديدات، ولكم أن تتخيلوا عدد المعتقلين الذين لا صوت لهم بسبب التهديدات. إن السعودية تهدد حياة الشبان بالإعدام وتحرمهم من حريتهم وتحاول منع أي حديث عنهم ليكونوا عبرة ولتفرض الصمت على مجتمع بأكمله، وهي في الخارج تدفع الأموال لتظهر بمظهر لا يمت إلى واقع ما نعيشه في الداخل. والسلام عليكم ورحمة الله.